إذا اليوم ما نلاحظه في الساحة وما يحدث من قبل الشركاء بالعملية السياسية أو الشركاء بتشكيل حكومة السيد السوداني، إن دل على شيء فيدل بأن يوجد هنالك تملص أو ابتعاد عن المواثيق أو التعهدات أو عن المسائل التي على أساسها الركائز الذي تم تشكيل الحكومة. لكن ما يحدث اليوم إن دل على شيء فيدل بأن هذه الأطراف السياسية ثقافتها ومبدأها التملص من أي قرار أو أي مواثيق تعطي إلى الطرف الآخر، كما أعطت لا ننسى ببعيد، كما أعطت مواثيق إلى السيد الصدر قبل الانتخابات بحكومة أغلبية وطنية وتم جمع تواقع وإلى آخره، ثم بعد الانتخابات تم التملص من هذه المسألة. هذه كلها الجوانب نضعها بسلة واحدة، وهي تسمى بأن اليوم أصبح معروف من هي الأطراف السياسية التي لا تريد أن يكون هنالك استقرار بالعراق، ومن هي الأطراف السياسية التي تتعامل بالإملاءات الخارجية. عفوا، هذا جانب. جانب آخر، اليوم أن لاحظنا بكل صراحة أن عدنا إلى السيد السوداني محمد الشياع السوداني ليس غيره، فهو يسعى بأن يكون هنالك تقارب، يسعى بأن يكون هنالك وحدة الخطابات، انسجام، ترطيب الأجواء من زاخو إلى الفاو. لكن الأطراف الأخرى، وأخص بالذكر من الإطار التنسيقي الذين هم بينقالوا إلى إقليم كردستان أو إلى أربيل، نحن معكم بالسراء والذراء، وعلينا أن نشكل حكومة ونتفق معكم حول الكثير من المسائل.